السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتظن إن مفيش جامعة، مفيش مدرسة، مفيش كتاب، مفيش مذكرة، مفيش فيها أسئلة اختيار من متعدد. اختر من بين البدائل. اختر من بين ألف وباء وجيم ودال الإجابة الصحيحة. ولهذا قواعد صياغة أسئلة اختيار متعدد على الكبار في أساتذة الجامعات أن يتعلموها، على المعلمين في التعليم العام أن يتعلموها ويتدربوا عليها ويعملوا بنك أسئلة، وبيبان مهارة وحرفية الذي يقوم على صياغة هذه الأسئلة بتدريب تدريب. طيب، في قواعد خاصة بمتن السؤال اللي هو رأس السؤال. طبعا في أسئلة تقليدية نمطية، ما العام الذي الميلاد الذي تولى فيه محمد علي حكم مصر؟ بالله عليك ده سؤال، ويبدأ يقول له 1805، 1806، 1807، 1808. طب مش مستاهل، كنت تحطه سؤال إكمال وخلاص. ولهذا اختيار متعدد يجب أن يقيس القدرة على الفهم، القدرة على التطبيق، القدرة على التحليل، القدرة على المقارنات، القدرة على النقد، وده محتاج جهد، محتاج بنك أسئلة وتغير وتنوع وتدرب وتكتب وتشطب وترجع تكتب وتكتب بالقلم الرصاص عشان تشطب وتضع بديل مختلف. أمر مش سهل. شوفوا برنامج من سيربح في المليون، شوفوا قد إيه الأسئلة في الأول بتبقى سهلة وبعدين كل شوية يدخل صعب، وكل ما يدخل على المبالغ الكبيرة صعب جدا، وبعدين يقول له هي تتصل بصديق ولا تلغي سؤال ولا نعمل إيه، يضعه في حيرة لأن السؤال بقى صعب. وبالتالي اللي بيضعوا هذه الأسئلة ناس على مستوى من الحرفية وعلى مستوى من المهارة، وعندهم بنك أسئلة بيوضع بين إيد معد البرنامج أو مقدمه ويبدأ يسأل الأسئلة الأولى 50 مش عارف إيه و10 كام، بعد كل دي أسئلة سهلة أي حد يحلها، بعد كده يدخل في الصعب. ولهذا من قواعد صياغة أسئلة الاختيار من متعدد والتي يجب أن تقيس مستويات معينة من التفكير، مستوى الفهم، مستوى التطبيق، مستوى التحليل، ولكن تحتاج إلى من يبذل فيها جهد كبير. مستوى التذكر سهل جدا، أي حد يسأل عليه. العام الذي حدثت فيه معركة كذا هو، بتحط للعام ويبدأ يختار، ده سهل. الزعيم الوطني الذي شارك في كذا هو، حط بدائل ويختار. المهم ما هو أصعب، يدي مسألة عليها حلول ويختار الحل المناسب، وده هيحتاج المتعلم انه يحل المسألة بره وبعدين يختار الحل إلى آخره. تعال مع بعض نشوف تعليمات السؤال. اختر من البدائل أو اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل ألف وباء وجيم ودال بوضع علامة كذا أمام البديل الصحيح أو أمام البديل الخطأ أيا ما كان. واحد، كما قلنا في بقية الأسئلة، اتصال السؤال بهدف المقرر. لازم السؤال يتصل بهدف المقرر. وضوح الصياغة وعدم استخدام كلمات غامضة، الكلام ده قلناه في الصواب والخطأ، قلناه في المزاوجة، قلناه في الإكمال. يعالج السؤال فكرة واحدة كما قلنا في الصواب والخطأ. معظم السؤال متضمن أو متضمن في الجذر عشان الولد والمتعلم هو بيقرأ يقرأ العبارة مرة واحدة، ما يكررش، لأن البدائل هيقراها كذا مرة، إنما رأس السؤال يقراه مرة واحدة، ولهذا غالب السؤال يبقى فوق في رأس السؤال. تجنب وضع الجذر في صيغة النفي، وإن وجد يجب وضع خط تحت كلمة النفي. من الأسباب التي لم تدفع فلان إلى كذا، تحط تحت كلمة لم خط عشان المتعلم يعرف إن فيه نفي. لازم تضع حتى يكون معيار الحكم هنا مش تضليل الطلبة، إنما الحكم على أدائهم بشكل جيد. طيب عندي بدائل بقى، ممكن في الابتدائي 3 بدائل، ممكن بديلين في الحضانة، في الثانوي يبدأ يزيدوا يبقى 4 بدائل ألف وباء وجيم. طيب أولاً تجنب وجود كلمات مكررة في جميع البدائل. ما تجيش تقول لي تولى فلان الحكم عام، تولى فلان حكم مصر عام مصر وتحت ألف عام 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 عام، لا، كلمة عام تاخدها تحطها لي فوق في رأس السؤال، واضح؟
ده لو افترضنا ان انت مش كده. طيب ما تحطليش بديل وبعدين تقول لي كل ما سبق، اي مما سبق ليس مما سبق، الا اذا كان هو مهم واساسي وقد يكون هو الاجابه الصحيحه. لان قليل الحيله بيعمل ايه؟ قليل الحيله ما بيلاقيش بدائل يقول لك كل ما سبق صحيح. طيب ضيعت بديل من البدائل. ما ينفعش، لازم يبقى مكرر في كل الاسئله عشان تشتت ذهن المتعلم وتخليه يركز. يجب ان تكون هناك اجابه صحيحه واحده فقط في البدائل، او اجابه خطأ فقط في البدائل. البديل يجب ان يكون مناسبا لغويا للجذر بتاعه. ما تقوليش تخلص من المماليك في كذا وبعدين تطلع تحت تقول لي تكتب لي اسامي واحده مؤنث، انت بتقول لي فوق تخلص هو مذكر تحط لي اسم واحده تحت، ما ينفعش. البديل لغويا يجب ان يكون متسق مع الالفاظ اللي موجوده. طيب الا تكون الاجابه الصحيحه اطول بشكل مستمر من البدائل الخطأ في الطول، ولهذا ممكن تخلي البدائل متساويه في الطول، ممكن تخلي البدائل متساويه في الطول، وتجنب الارتباط اللفظي بين اصل السؤال والاجابه الصحيحه. بالضبط، الارتباط اللفظي ان يبقى في لفظه توحي بالاجابه. نجح صلاح الدين الايوبي في تاسيس الدوله الفاطميه، الدوله الطولونيه، الدوله الايوبيه. طب ما هو ايوبي بايوبيه. غلط. بتضحك على نفسك، ركز وانت بتحط السؤال. طيب تأكد دائما ان البدائل اللي بتضعها الف وباء وجيم تمثل بدائل معقولة ظاهريا، يعني ممكن تبقى هي البديل الصحيح بس فرق بسيط. ولهذا بكرر على حضراتكم تاني، أسئلة الاختيار المتعدد تحتاج الى حرفية، تحتاج الى ناس واعية، تحتاج الى ناس مدربة، تحتاج الى ناس لديها خبرة، تحتاج الى انك تعمل بطاقات وكروت وتكتب أسئلة وتشطب وتعمل ايتم بانك على الكمبيوتر وتشتغل، عشان هذا النوع مهم ويستخدم بشكل أساسي وهام جدا في العملية التعليمية التعلمية. طيب ده فيما يخص أسئلة الاختيار المتعدد، الجزء الخاص برأس السؤال والجزء الخاص بالبدائل. يتبقى لنا قواعد صياغة أسئلة المقال نكملها في المداخلة التالية. انتظرونا، وأتمنى كل نوع بقوله نطبق عليه. كل نوع بقوله ملوش أي قيمة على الإطلاق إلا إذا حضراتكم طبقتوا عليه وقلت فعلا أنا بدأت أتعلم، بدأت أغير، وبدأت أطور من أدائي. هو ده اللي احنا عايزينه، لا نريد إلا هذا. تحياتي لكم وألتقي بكم على خير.